أهلا بكم إلى نقطة حوار اليوم. نسألكم عن الأزمة في الداخل التركي، هل هي بالفعل أزمة داخلية، وهل مزاعم الفساد التي تشير بأصبع الاتهام إلى مقربين من أردوغان هي مزاعم حقيقية وأصيلة، أم أن هناك مؤامرة كما ذهب أردوغان إلى التفسير؟ تابعونا في نقطة حوار بعد لحظات. سهلا. أردوغان في الواجهة من جديد، هذه المرة يلوح بطرد عدد من السفراء الأجانب، واتهم جهات خارجية باستهداف حكمه وحزبه بعد حملة اعتقالات شملت مقربين منه بتهم فساد. 10 سنوات مرت على حكم حزب العدالة والتنمية، وانتخابات تقترب، وأزمة قد تتطور إلى فضيحة فساد تطال مقربين من أردوغان، من بينهم أبناء 3 وزراء في حكومته ورجال أعمال بارزون ومقربون منه أيضا ومسؤولون بحكومات محلية. المزاعم تشمل الفساد وتزوير وتبييض الأموال في إطار 3 قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال وذهب بين تركيا وإيران. معارضو أردوغان وكثيرون آخرون يرون أن الأزمة حقيقية تنبعث من الداخل، بينما آخرون موالون له وغيرهم يرون مثله أنها من صنع قوى خارجية تسعى لتشويه الحكومة التركية وتعرقل دورها على المستوى الدولي. مراقبون مقربون من الحكومة التركية تحدثوا لبي بي سي عن وجود عوامل داخلية للأزمة بالفعل، لكنهم يؤكدون على أن تحريكها هو من الخارج بامتياز، وإلا فلما الجلبة الغربية بشأن قضية فساد مزعومة في تركيا؟ هم يرون أن السبب هو التقارب التركي الإيراني مؤخرا ودور مصارف تركية في صفقات بين البلدين. أكاديمي تركي معارض نفى هذه الرؤية الأردوغانية قطعا، وقال لبي بي سي أن فسادا داخليا يستشري بالفعل في تركيا، وإلا فكيف تفسرون أن ملايين الأتراك يعيشون في حالة فقر ويدبرون بالكاد حاجياتهم اليومية، بينما يحصل شخص مقرب من وزير ما على ملايين الدولارات شهريا ليس لعمله بجد أو موهبة، وإنما للقرب من هذا الشخص المتنفذ؟ ما رأيكم أنتم؟ هل الأزمة في تركيا ذات أبعاد داخلية أم بالفعل هي جاءت من الخارج؟ هل تتفقون مع ما يقوله أردوغان عن أن هناك قوى خارجية تتآمر ضد حكومته لإعاقة دورها الإقليمي والدولي؟ هل يتراجع دور تركيا الإقليمي إذن في العالم العربي بسبب الأزمة الداخلية الحالية؟ وهل الغرب بالفعل يعاقب تركيا على تقاربها مع إيران؟ أهلا بكم إلى نقطة حوار، أنا رشا قنديل، أنتظر مشاركتكم عبر ما تختارون من وسائلنا، الرسائل النصية SMS، الهواتف النقالة وكاميراتها، كاميرات الإنترنت، الويب كامز. شاركوني اليوم صوتا وصورا على تويتر وفيسبوك وجوجل بلس. رقم الاتصال الهاتفي 0044-2077-650-211، ولإرسال رسالة النصية 0044-793-4047. أبدأ من زميلي يونس أيت مالك الذي يتابع حواركم إلكترونيا على مواقعنا المختلفة. يونس، حدثني كيف تبدو صورة الحوار لديك لو سمحت. رشا، استقطاب حاد تشهده صفحاتنا المختلفة حول موضوع اليوم. جانب من المشاركين يرى أن الأزمة في تركيا داخلية بحتة تتعلق بتهم فساد تحوم حول بعض المقربين من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وجانب آخر يرى خلاف ذلك ويعتقد أن دولا وجهات خارجية تقف خلف تحريك قضايا الفساد هذه في تركيا. تيار ثالث، رشا، يرى أن الأزمة داخلية بالفعل، لكن لا ينفي وجود جهات خارجية تحركها. في هذا الإطار أنقل لك رشا رأي محمود مرغني الذي كتب يقول على صفحة شارك برأيك: الأزمة الحالية في تركيا ذات أبعاد داخلية صحيح، لكنها تستغل من قبل جهات خارجية لتأجيج الأزمة وصب الزيت على النار، فالكثير من الدول غير راضية عن سياسة أردوغان الخارجية. هذا جانب من الآراء وصلتنا رشا خلال البرنامج وسنعرض لها. سننتظرك يونس لعرض مجمل الآراء وتوجهات الحوار في سياق هذه الحلقة. شكرا يونس أيت مالك. الآن إلى كاميرا بي بي سي التي استطلعت آراء عينات عشوائية من عاصمة عربية وهي القاهرة. سألنا من شاركوا معنا عما إذا كانت المشكلات الداخلية في تركيا ستضعف من تأثيرها في دول الربيع العربي. كانت هذه بعض الإجابات. تركيا فيها ناس كتير شرفاء، وأعتقد أن تركيا هتقوم فيها ثورة قريب، لأن هو كان في بعض التظاهرات الخفيفة اللي زادوا كان بيقاومها بشراسة، لكن هو الناس هناك صبر عليه، أعتقد تقوم عليه ثورة كبيرة زي مصر بإذن الله. دولة كويسة ودولة محترمة ودولة اقتصادها كويس،
والحكومه بتاعتها كويسه، لان هي دوله ما شفناش منها اي حاجه يعني، ودوله جدعه يعني، دوله كويسه ودوله محترمه يعني بالنسبه لتركيا يعني. طبعا هيقل طبعا، يعني في مشاكل جامده في تركيا بسبب اردوغان يعني، بسبب تدخله في السياسه الخارجيه وكمان بالنسبه لمصر بالتحديد. اردوغان متهيأليش ان هو هيشيل من دماغ قصه سوريا ومصر وكده، لان هو عنده اجنده دوليه وبينفذها، وهم حاطين له التارجت بتاعه ان هو يخش الاتحاد الاوروبي، والمتظاهرين عنده بيزيدوا وعنده مشاكل، وبقاله سنتين بياخد جايزه اكتر دوله بتحبس اعلاميين. على ما اعتقد ان هو هيبطل يتكلم عن المشاكل الموجوده في مصر نتيجه للمشاكل الموجوده عنده والوزراء المتهمين بالفساد في حكومته. إذن بعض الآراء من القاهرة ومصر أشير إلى تركيا بشكل من الأشكال في الإعلام الرسمي في الآونة الأخيرة بالتدخل في شؤونها، بينما رحب البعض ربما بآراء تركيا فيما يتعلق بالنظام القائم حاليا في مصر. ولكن الآن أتحول إلى مشاركاتكم الهاتفية لنستمع إلى وجهات نظركم عما يجري في الداخل التركي وما علاقته بما يجري خارجها. أرحب في الجولة الأولى من الحوار اليوم بوليد ومصطفى وجيار وعمار. أهلا وسهلا بكم جميعا. بدايتي هي من أزمير، من السيد وليد الدين المواطن السوداني المقيم هناك. أستاذ وليد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بي. يعني واضح أن إردوغان معارضوه إن لم يكونوا قد زادوا في الأونة الأخيرة فقد قويت شوكتهم، هل تعتقد أن لذلك علاقة بهذه المزاعم بالفساد في تركيا الأخيرة أو غيرها من التوترات؟ دعيني ألخص لك المشاكل الموجودة حاليا بتركيا. يعني هي توجد مشاكل قديمة ومشاكل حديثة ومشاكل في فترات سابقة. مثلا عندنا المشاكل الحديثة هي اختلافات اللي حصلت، أو قضية اختلافات أبناء الوزراء أو المقربين للسيد رئيس الوزراء. نمرة اثنين مشاكل الأكراد، ولو أنها تم حلها لحد ما، بس هذه المشاكل موجودة منذ فترة. أستاذ وليد أنا سؤالي هو لماذا الآن، إذا كانت هذه المشكلات من وجهة نظرك مشكلات أصيلة موجودة، لماذا الآن تثار بهذا الشكل؟ إردوغان يقول أن ذلك لقرب الانتخابات، هناك من يريد أن يستهدف حزبه وحكمه. طبعا هي طبعا سياسة أردوغان، السياسة الخارجية لا تنفصل من السياسة الداخلية، والداخلية تنفصل من الخارجية. يعني أنت ترى أن هناك ربط بين سياسات تركيا الخارجية وما يجري الآن؟ هناك بالفعل من يريد من الخارج استهداف نظام إردوغان؟ لا أظن هي مشاكل الداخلية هي المؤثرة حاليا. لكن أنت قلت أنها لا تنفصل عن مشكلات تركيا في الخارج، أليس كذلك، أو عن سياساتها؟ قلت لك ان السياسات الخارجيه اثرت على المشاكل الداخليه. مثلا يعني تدخل رئيس الوزراء حسب على حد قولهم انه بيتدخل في شؤون بعض البلاد لا سيما مصر والعراق وسوريا، طيب بما ادى سلبا عليه، ولا فقط المعارضه على راسهم الحزب الجمهوري اللي هو يمثل ثاني حزب بتركيا. وهذه الأحزاب المعارضة غير قابلة بهذه السياسة الخارجية، بالتالي عزز ذلك المشكلات في الداخل. أكيد هي ما أفهمه. أكيد يعني في فشل الحكومة في سياساتها تكون يعني إيجابيا على المعارضة. طيب هي وجهة نظر أبدأ بها هذه الحلقة أستاذ وليد، أشكرك شكرا جزيلا، وأرحب الآن بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة التركية أنقرة الناشط السياسي والكاتب المعارض الأستاذ بركات قار. أستاذ بركات أهلا وسهلا بك، وخلينا نبدأ من هذا المنطلق الذي ذهب إليه من شاركنا في البداية. هل هناك أصلا أزمات داخلية تركية قبل أن نتحول لمن أجج فيها النار، أو هي اشتعلت يعني من تلقاء نفسها؟ هل هناك بالفعل مشكلات بين إردوغان ومعارضيه، ومشكلات في أداء حكومة إردوغان ونظامه؟ ولا شك هناك مشاكل قوية بالحقيقة، وليس جديدة، هي منذ سنوات في الداخلية على مستوى خاصة المعارضة والسلطة بسياسته الداخلية والخارجية والاقتصادية. من هذه المنطلق يعني عندما الآن ما وصل إليها الحزب العدالي والتنمية هو ليس إلا نتائج عن تمخضت وتفشت عن السياسات السابقة التي طبعا مارسها منذ 10 سنوات وحطها الآن.
طيب ولكن هذه يعني ما هي ملامح هذه المشكلات أستاذي الفاضل في وقت ينظر للنموذج التركي حتى في خارج تركيا على أنه نموذج ناجح لحكومة من خلفية إسلامية تعمل في نظام علماني حققت رخاء اقتصاديا، يعني يطلق على هذا النظام حتى نظام دولة الرفاه كما تحدث أحد الزملاء؟ هو شوف يعني دائما يشار لهذه النقطة، هو لتلميع ما التطورات اللي حصلت الاقتصادية والبنيوية وإلى آخره. طبعا هناك في تطورات لا شك، لكن هذه التطورات ونتائجها للأسف الشديد لم تنعكس إلى معيشة الشعب بشكل عام، إلا هي تذهب كل هذه الإمكانيات وهذه التطورات لفئة من الفئات الطبقية في هذه المجتمع. وهناك في عندنا أرقام واضحة وهي خاصة على مستوى الاقتصاد، صحيح هناك الدخل الآن وصل إلى بجوز 12 ألف دولار حسب ادعاءات السلطة، لكن عندما ننظر هناك يوجد حوالي 15 مليون عاطل عن العمل في تركيا، وهناك القضايا العالقة لا زالت لم تحل، منها كل القضايا الأساسية لا زالت عالقة وموجودة. من هذا المنطلق يعني هذا التطور البنيوي والإعماري والصناعي وإلى آخره لا يعني بالذات بشكل مباشر بأنه هذا ينعكس على معيشة الشعب والمستوى ونهضة البلد بكامله، حتى على المستوى الحقوق الديمقراطية والحقوق الإنسان للأسف الشديد هناك تراجعات كبيرة، ولاحظنا بالفترات الأخيرة منذ سنوات عشرات السنين حتى في عهد الانقلاب العسكري لم تمارس هذه الممارسات التعسفية الموجودة الآن. أستاذ بركات إذا سمحت لي سنستمع إلى بعض من يشاركون اليوم ثم نعود إلى هذه النقطة أو هذا الملف تحديدا، ملف حقوق الإنسان في تركيا وحقوق الصحافة والمعارضة السياسية. في هذه المرحلة أستمع إلى مصطفى من موريتانيا. أستاذ مصطفى أهلا وسهلا، هل تتفق أنت أهلا وسهلا، هل تتفق أنت مع ما قيل الآن أن هناك مشكلات داخلية أصيلة وربما المسألة ليس لها علاقة بالخارج لأن هناك أزمات في تركيا؟ فعلا هناك أزمات لكنها تحرك من الخارج. الفساد ليس جديدا بالعالم بأسره، هناك دول كثيرة تعاني من الفساد الداخلي حكومات وغيره، لكن المشكلة أن قضية الفساد تستغل حاليا من طرف جهات، خاصة عندما في الأونة الأخيرة أصبحت تركيا لديها مفاتيح أزمات خاصة في مصر وفي سوريا وفي غيرهم الدول التي تعاني الربيع العربي، وأصبح دور تركيا فعال، ولهذا تحاول دول أجنبية استغلال الوضع التركي المحل الخاص حاليا، خاصة الذين كانوا يستفادون من مشاكل من انقلابات عسكرية. أنتم تعلمون أستاذ مصطفى أعتقد أننا فقدنا الاتصال بموريتانيا، على أي حال هذه النقطة يعني نقطة يمكن منها أن ننطلق وإن لم تكتمل، أعتذر الأستاذ مصطفى لرضاءة الخط الهاتفي. أعود الآن إلى ضيفي الأستاذ بركات قار. أستاذ بركات يعني لماذا فجأة قوى غربية تهتم بمزاعم قضايا فساد في تركيا بشأن داخلي إلى هذا الحد في وقت يعني أنت ذكرت أن هناك مشكلات قائمة بالفعل، ولكن من يذهبون إلى إذكاء النار في تركيا من الخارج ربما لديهم وجهة نظر في أنه لماذا فجأة العالم أصبح يهتم بمشكلة فساد داخل تركيا للتدليل على أن نظام إردوغان به ثغرات؟ عزيزتي الكريمة، أولا تركيا طبعا بلد هو يحاول انتماء إلى الغرب وإلى أوروبا خاصة الاتحاد الأوروبي، من حق طبعا الدول الأوروبية أن تنظر وتلاحظ وتراقب كل ما يحصل على كل المستويات في تركيا. طبعا هو ليس هو الأساس المهم الآن، نحن هذه الفضيحة التي حصلت منذ 3-4 أيام وحتى الآن ماذا تعني للشعب التركي بشكل عام قبل كل القوى الخارجية؟ هو القوى الخارجية دائما تحاول تستفيد
من أي تناقضات داخلية وتحاول أن تجير هذه المسائل إلى صالحها. هذا التقليد موجود لكل الدول خاصة الأوروبية والعالمية. من هذا المنطلق نحن لا يهمنا من أن وكيف يعمل وماذا يقول. نحن هنا في تركيا على الأقل نتابع مشاعر الشعب وموقفه من ما حصل في تركيا في فضائح وهذه الرشاوى. طبعا السلطة تحاول تسلط الأضواء دائما على بأنه هناك في فضيحة، هذه الفضائح بأنها مرتكبة وأن يوجد قوى خارجية ويد خارجية هي تلعب الدور الأساسي فيها. هذا ليس صحيح إطلاقا. ربما أن يكون هناك بعض القوى تحاول، وهذا شيء طبيعي بالحقيقة في الأنظمة الرأسمالية والإمبريالية، لكن نحن هنا بالنسبة لهذه الفضائح التي ملموسة. تعرف كما تعرفون في مقولات بالنسبة للرشاوي بأن الرشوة لا يوجد لها وثيقة. للأسف الشديد هناك وثائق واضحة لهذه الفضائح حصلت الآن على في يد مدير البنك الشعبي، بيد الآخرين، كانت الملايين الدولارات ولا زالت الآن تحويل و كف الأنظار عن ما حصل بأنه فقط مسألة خارجية. هذا هو سياسة تقليدية للدولة التركية منذ 70 سنة وعطى الآن. ولكن يعني سابقا الثوار والمعارضين كانوا دائما يتهمون بأنهم الاتحاد السوفيتي هو يحركهم. بعد منها الآن يتهمون في إيران وفي سوريا وفي إلى آخره. نعم، لكن هناك إيران في معارضة على الأرض. صح، هناك معارضة تركية. نعم، غير معنية ربما حتى بالسياسات الخارجية في هذه المرحلة، وكان واضح حضورها في التظاهرات التي اندلعت قبل عدة أشهر والتي لم تهدئ وطأتها سياسات تركيا الخارجية، يعني للأمام أو للخلف بشكل من الأشكال. أستاذ بركات، قبل أن نتحول إلى نقطة علاقات تركيا مع إيران، اسمح لي أن نستمع إلى جيار حاجي أوغلو من اسطنبول. أستاذ جيار، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك سيدة رشا. ربما الحراك من هذا النوع في أي دولة ينظر إليه من جانب البعض على أنه حراك صحي، لأنه لا توجد دولة ليس بها معدلات للفساد ولا للجريمة، وربما لا يمكن أن يشار إلى تركيا بأصبع الاتهام بأن لديها هذا النوع من القضايا حتى وإذا طالت أبناء مقربين من الحزب الحاكم، لأنه هذا أمر طبيعي صحي. صحيح سيدة رشا، أنا أعتقد أن القبض على مقربين من الحكومة بقضية فساد هو شيء يعني يعتبر ميدالية شرف وانتصار للحكومة وللديمقراطية وليس تعار. فما ستعني الديمقراطية أكثر من أنه حتى مقربين النظام الفاسدين يتم القبض عليهم أو أنه لا أحد فوق القانون. يعني أنا لا أعتقد أن هذا الموضوع يذهب إلى أنها فضيحة أو إلى نعم هي بس فضيحة. هذا أغضب أردوغان كثيرا سيد جيار، رجب طيب أردوغان. نعم، فور إلقاء القبض على هؤلاء لأنهم مقربون من حزبه ومن حكمه، هو قال إن هذه مؤامرة قذرة كما وصفها لفظا مستهدفة حزب العدالة والتنمية. هو الرجل لم يكن فخورا بهذه الاعتقالات. يعني أنا لا 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 أدافع عن أردوغان كأنني أبرر قضية الفساد، ولكن أنا أناقش قضية الفساد كمسألة في العموم. أن هذه المسألة هي مسألة لمن يشكك في الديمقراطية الموجودة أو في الحريات الموجودة في تركيا. نعم، أردوغان قد أخطأ والحكومة وحكومته ربما تم القبض على بعض الفاسدين، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة ككل أو المعنى ككل أنها سيئة وغير ناجحة. لا يجب علينا أن ننسى 10 سنوات من القضاء على الفساد في قضية كهذه. فكل دول العالم الراقية تحدث بها قضايا فساد، من إنجلترا وإيطاليا وأمريكا، ولكن هذا لا يعني سوء السياسة أو سوء الحكومة ككل. يمكن أن يكون هناك فاسدون، يمكن أن يكون هناك ناجحون، علينا أن ننظر إلى الطرفين. طيب، هل تعتقد أستاذ جيار أن ذلك إذا كان ظلما أو عدلا سيؤثر على حكم أردوغان، خاصة وأن الانتخابات القادمة يعني أصبحت على الأبواب يفصله عنها عدة أشهر؟ طبعا الموضوع سوف يؤثر، يعني ليس هذا الموضوع فقط سوف يؤثر. فالشرق الأوسط كما نعلم وتحركاته من ليبيا إلى مصر إلى سوريا إلى إيران، هذه المواضيع كلها أثرت على الحكومة التركية، ليس لأنها أردوغان، أي حكومة كانت فلتكن. يعني الأحداث التي حصلت
سوف تؤثر، يعني لا يمكن أن يكون بالإجمال هو توافقي مع جميع الطبقة أو الطبقة الاجتماعية في تركيا. فطبعا سيؤثر، ولكن أنا أعتقد أنه سيؤثر بشكل يعني لربما يكون إيجابي وليس إلى شكل سلبي. كيف أستاذ جيار؟ كيف سيؤثر بشكل إيجابي من وجهة نظرك؟ سيؤثر بشكل إيجابي عن طريقة تعامله الثابت التي كانت خارجيا مع الثورات، فهو لم يرضخ إلى مثلا أمور أو أوامر أمريكية بموضوع، يعني لم يتبدل رأيه بالموضوع المصري، ولم يتبدل رأيه بالموضوع الليبي، ولم يتبدل رأيه بالموضوع السوري، بقي ثابتا. طيب. أنا هيك عن الموضوع الإسرائيلي. أما في الشأن الداخلي، نعم. فلا أعتقد أنه أخطأ بموضوع القضاء على الفساد أو أنه يحاكم من كان فاسدا. طيب. أستاذ جيار، أنا بنقطتك هذه في عدم تغيير وجهة نظر أردوغان في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، هذه النقطة تحديدا أشكرك أنك طرحتها، لأنها كانت سؤالي التالي بالفعل لأستاذ بركات. أستاذ بركات، أنت تفضلت وذكرت في البداية أن تركيا تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هي ربما تسير في فلك السلوك أو المسلك الغربي الأوروبي، ولكن التقارب بينها وبين إيران لا يقول ذلك على الإطلاق. مثلا موقفها من الإخوان المسلمين في مصر وفي غيره من الأنظمة الإسلامية في الدول العربية ربما يغير الموقف الأوروبي النمطي أو الموقف الغربي النمطي. هل تعتقد أن تقاربها مع إيران تحديدا مثار عقاب لها أو على الأقل استياء، وهذا واضح من قبل الأنظمة الغربية سيما الولايات المتحدة؟ هو ليس فقط تقاربها مع إيران، بإنما تقاربها النظام الحالي القائم الآن تقاربه من الخط السياسي الإسلامي المتطرف ودعم هذه القوى المتطرفة، إضافة إلى الاختيار والثبوت على مذهب وسنة فقط، والتعامل مع الدول بشرق الأوسط على هذه الأساس. وإضافة طبعا التقارب مع إيران، هي تقارب مع إيران أصلا لا يوجد هناك هذه التقارب كما يقال الآن، بقدر ما هي بالحقيقة بديل لبعضهم بعض، وهناك تاريخيا في تنافس بين الدولتين على أساس قوى أقليمية حاكمة موجودة. لذلك أنا بتقديري الآن يعني علاقة طبعا مع إيران هو مهم ويجب أن تكون علاقة جيدة، لكن بتقديري الحلفاء الموجود والتحالف الموجود في المنطقة لا يعطي كل الفرص لتركيا أن تتحالف مع إيران بقدر ما هي تنافس إيران بقضايا كثيرة على مستوى المنطقة. وسياستها التي لم تغير اتجاه سوريا واتجاه مصر وغيره، هذا كل ما ستحاصر وستعاقب على هذه المواقف كل يوم بعد يوم. يعني إذن أنت ترى أستاذ بركات أن تركيا تسير عكس التيار وربما تواجه بعزلة دولية بشكل أو بآخر عقابيا بشكل تدريجي. نعم، وخاصة شعبية. نعم. خاصة شعبية. مفهوم. في المنطقة، في كل شعوب المنطقة، من الأكراد للعرب للفرس لكله، رأوا سياسات طيب أردوغان الخاطئة، خاصة شعبية في المنطقة، في كل شعوب المنطقة، من الأكراد للعرب للفرس لكله، رأوا هذه طبعا السياسات الخارجية الآن. والعناد على هذه الأساس. طيب. هو ليس لصالح الشعوب في تركيا أطلاقا. أنا في هذه النقطة أستاذ بركات قار، بعد شكرك ناشط سياسي والكاتب المعارض منضما إلينا من اسطنبول، أشكرك جزيل الشكر. أعود إلى المشاركين معنا اليوم بهذه النقطة تحديدا، وأستمع إلى أستاذ عمار القباطي من اليمن. أستاذ عمار، أهلا وسهلا. هل تعتقد أن الغرب له يد كما حاول الإشارة أردوغان، وربما هو حتى لوح بإمكانية التعامل مع السفراء الموجودين لدول غربية إذا تمادوا في التدخل؟ أعتقد أو ربما يعتقد بعض المراقبين أنه كان يشير إلى جهات بعينها، ربما السفير الأمريكي. هل تعتقد أن ذلك في إطار منظومة أكبر لمحاولة جلب منطقة الشرق الأوسط إلى الفلك الغربي مجددا، مع طبعا خروج كثير من الأنظمة عن هذا الفلك فيما عرف بالربيع العربي؟ اعتقادي أن الوضع التركي هو وضع داخلي بحت، لا فقط له في المؤامرات الغربية. أردوغان هو صناعة غربية بحتة، ووجوده في 2003 كان هو هدف احتواء الحركات الإسلامية التي
ظهرت في دول تسمى اليوم في الدول الربيع العربي، وما حدث اليوم من فضيحة فساد يرجع بنا إلى عام 2007-2008 في قضية جمعية التبرعات الذي في ألمانيا، والذي كان متهم فيها وزراء في حكومة أردوغان، وباعتقادهم نفس أو بنفس الوزراء الذي هم متهمين اليوم، ونفس الشيء هو الأموال وتبويض الأموال وتهريبها وإعداد الشركات والعقارية أو بس. يا أستاذ عمار، حزب العدالة والتنمية هو قائم على حكم تركيا منذ 10 سنوات قبل أن تهب رياح الربيع العربي، أو على الأقل بالشكل الذي بدا للعلن منذ ثورة تونس. هل تعتقد أن آنذاك كان الغرب مهتم بمصادقة الأنظمة الإسلامية، إذا افترضنا أن نظام إردوغان من يعني آتي من خلفية إسلامية، وإن كانت يعني شروط الدولة وقوامها قوام علماني بحت؟ باعتقادي انه ما يحدث في الشرق الاوسط او في تركيا هو مخطط غربي لاعاده بناء نظام عالمي جديد، وهذا له عده عقود. نظام عالمي جديد يعني تعني الاشاره الى ما كان يوصف بمشروعات مثل الشرق الاوسط الكبير وغيره، هذا ما تريد ان تشير اليه؟ بالضبط، هذا هو المشروع، وكان اردوغان وكان يعتقد اردوغان انه سيكون هو جزء من هذا المشروع، هو من سيكون المتكلف بمشروع الشرق الأوسط، وكان المقابل هو الانضمام للاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف تفاجأ أنه أداة من هذه الأدوات، والتقارب الإيراني الأمريكي الذي نشهده اليوم هو أكبر دليل على ذلك. شكرا جزيلا للأستاذ عمار القباطي من اليمن، وشكرا للمشاركين معي في الجولة الأولى من هذا الحوار. التقط وأنا أنفاسي وأعود إلى زميلي يونس أيت مالك الذي يتابع الحوار الإلكتروني الدائر على مختلف صفحاتنا. يونس، أنت قلت إن هناك استقطاب حاد، لماذا تبدو هذه اللهجة كأنني أحقق معك؟ أنت قلت إن هناك استقطاب حاد في موضوع حول من يرى أن الأزمة داخلية بالأساس، وبين من يرى أنها بفعل تدخل خارجي في تركيا. خلينا نبدأ من الفئة الأولى لو سمحت يونس، كيف دافع هؤلاء عن وجهة نظري؟ رشا، يجمع متبن هذا الرأي على أن الأزمة التي تعيشها حكومة إردوغان داخلية بالأساس، منبعها فساد يوجد في تركيا ولا تخطئه العين حسب ما يقول هؤلاء. ويضيف أصحاب هذا الرأي أنها ترويج إردوغان للمؤامرة الخارجية، الهدف منه تصدير الأزمة المتفاقمة في تركيا إلى خارج البلاد على حد تعبيرهم. أنقل لك رشا في هذا الاتجاه رأي محمد عبد الودود الذي كتب على صفحة البرنامج في فيسبوك، يقول: الأزمة في تركيا أزمة حكم وإدارة بلاد، أنقرة قطعت شوطا كبيرا في النمو الاقتصادي والتطور، لكن إردوغان حرف هذا المسار واستغل إمكانات تركيا للتدخل في شؤون البلدان الأخرى، وهذا أدى إلى ظهور فساد واستفحاله في حكومته. يقول محمد عبد الباري يوافق محمد الرأي ويقول إنه كان على إردوغان تطهير حزبه عوض التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى، وكتب يقول: كلما تمكن أي حزب سياسي من الحكم تزداد نسبة الفساد فيه، وهو ما حدث في تركيا. الفساد ينخر حزب العدالة والتنمية نفسه، كان حريا بإردوغان تطهير حزبه من الفساد، لكنه اختار تحقيق ذاته وطموحاته خارج البلاد عوض بناء تركيا. أما محمد علي فكتب يقول: الأزمة داخلية إلى حد كبير، لكن إردوغان الذي كان يتدخل تدخلا سافرا وواضحا في شؤون الآخرين أصبح يظن أن الجميع يفعل مثله، لكن الحمد لله ما أصبح يشكو منه الآن جن جنونه عندما رآه. يونس، ماذا عن المشاركين الآخرين الذين يرون أن الأزمة كما قال إردوغان تحركها أطراف خارجية منزعجة من السياسة الحالية لحكومة، سياسة خارجية تحديدا لحكومة إردوغان، كيف كانت وجهة نظر هؤلاء وكيف ساقوها؟ رشا، يتفق أصحاب هذا الرأي على أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان يدفع ثمن مواقفه تجاه ثورات الربيع العربي. ويضيف أصحاب هذا الرأي أن بعض الجهات الخارجية دفعت أطرافا في الدولة التركية لتحريك دعاوى الفساد تلك. في هذا الإطار كتب صالح القزويني يقول: أعتقد أن التجربة الإسلامية في تركيا مستهدفة من الداخل والخارج، وليس من المستبعد أن الذين يستهدفونها لا يتوقفون عند حد إشراك المعارضة في الحكم، بل القضاء بشكل كامل على هذه التجربة، وليس من المستبعد أن تكون بعض دول المنطقة تشارك بصورة غير مباشرة في إحباط هذه التجربة. أحمد محمد له نفس الرأي وكتب يقول: التقدم الذي حققته حكومة إردوغان يثير حقد الدول الإقليمية المحيطة بها ويدفعها للتدخل لإفشال التجربة.
محمد جميل من جانبه يتهم جهات خارجية بتحريك ملفات الفساد في تركيا وكتب يقول: الأزمة في تركيا يحركها حكام الخليج لتعزيز حكومة إردوغان لأنه يساند جماعة الإخوان المسلمين ويدافع عنهم، وذلك يعد بمثابة قرصة أذن على حد تعبيره حتى يكف إردوغان عن مساندة الإخوان. أما أسامة فكتب يقول: لن يستسلم إردوغان والأتراك لهذه المؤامرة، الكثيرون في الداخل والخارج يعلمون أنها كذلك، والأتراك لو استسلموا لهذه الخدعة فسيفقدون ما وصلوا إليه من تقدم ورخاء في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية. كالعادة طبعا هناك دائما تيار ثالث، يونس، يرى أن الأزمة داخلية وخارجية في حين، كيف دافع هؤلاء عن وجهة نظرهم؟ رشا، يمزج أصحاب هذا الرأي بين القول إن الأزمة داخلية بالأساس تتعلق بوجود قضايا فساد، وبين أن جهات خارجية يمكن أن تكون خلف تحريكها في هذا التوقيت بالذات. يعبر عن هذا الرأي أنور عبد القادر الذي كتب يقول: هي أزمة ذات أبعاد داخلية وخارجية. داخلية تتعلق بانعدام حرية الصحافة والإعلام ومحاولة الحكومة أسلمة تركيا، وهو ما يزعج أطرافا داخل البلاد. كما أنها أزمة خارجية بسبب إقحام حكومة إردوغان نفسها في قضايا دول الجوار، وخصيصا مسألة دخول الجهاديين عبر الأراضي التركية إلى سوريا. أما أحمد السعدي فكتب يقول: العاملان معا يفسران ما يجري في تركيا، فالفساد موجود في كل حكومات العالم وليست حكومة إردوغان بمعزل عن هذا التيار، لكن تحريك هذه الملفات في هذه الفترة بالضبط وقبيل الانتخابات أمر يبعث على الريبة ويدعو للشك في ضلوع جهات خارجية فيها. يونس، أشكرك جزيل الشكر على عرض وجهات النظر في سياقات محددة. شكرا جزيلا لزميلي يونس آيت مالك. الآن إلى المزيد من يعني مجمل الآراء التي جاءتنا من العواصم العربية في عينات عشوائية، طبعا هذه المرة هي من العاصمة الأردنية عمان. آراء الناس في الدور التركي في الدول العربية، بعض الآراء نعرضها لكم الآن. حكم الإسلام في تركيا ثبت نجاحه، شايف يعني كان في إسلام وسطي ثبت نجاحه، بس علاقته مع مصر ساءت، علاقته مع سوريا أوجدت له معارضين. الأمور تغيرت يعني عن في يعني في أزمة الربيع العربي، ومحاولة تركيا أنها تأخذ دور أكبر يمكن من الدور اللي مرسوم لها من بعض الدول اللي هي الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية ويمكن الاتحاد الأوروبي. أعتقد أنه ممكن الأمور تتغير مع الوقت. دور تركيا لها دور فعال على المنطقة، يعني مساندتها لمصر وما إلى ذلك، ومساندتها لسوريا، يعني أنا بالنسبة لي يعني وكثير من الناس إنه منظر إلى تركيا إنها لها دور كبير للتضامن العربي أو ما شابه ذلك. تركيا صارت شبه الاعتماد الوحيد، هي أولا دولة أوروبية بس العرب معتمدين عليها بشكل كبير كسياسيا وحتى كنظام إخوان مسلمين بتبعوه، فإشي أكيد إنه بدنا ننظر لها بعض الإشي. دولة أوروبية كما ذهب البعض، أم أنها دولة تدعم الأنظمة الإسلامية أو دولة إخوان مسلمين كما ذهب البعض الآخر، وربما البعض اتفق على أن هي الاثنين، هي واقع بين العالمين وتؤدي هذا الدور. أرحب الآن من أنقرة كذلك بالبرلمانية السابق عن حزب العدالة والتنمية السيد مصطفى إيجا أوغلو. سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك. والبداية هي من الرؤية التي ذهب إليها السيد أردوغان عن أن هناك مؤامرة خارجية قادرة كما وصفها على حزبه وعلى حكمه. لماذا في هذا التوقيت يسعى الغرب إلى يعني أن يحيك مؤامرة ضد إردوغان في وقت هناك تظاهرات منذ عدة أشهر خرجت لها مطالب كثيرة واتهمت إردوغان بالديكتاتورية؟ لماذا الآن الغرب يسعى لهذا من وجهة نظر الحزب؟ أولا مساء الخير من تركيا. طبعا قبل أن يوصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة كان 2001 في تركيا دولة مديونة إلى بنك الدولي، كان اقتصاديا مفلسة، كان بالنسبة للغربيون كان يستطيعون أن يلعب مع تركيا زي ما هم يريدون. جاء رجب طيب أردوغان وأصدقائه إلى تركيا، دفع كل الدين التركي إلى بنك الدولي،
الدولة، ثم عمل استثمارات كبيرة جدا. والآن عندما ننظر على دول الاتحاد الأوروبي كله في كل أغلبيتهم فيها أزمة اقتصادية، لكن في تركيا لم يكن أي أزمة اقتصادية. ثم بالنسبة هؤلاء كلها متى بدأ في شهر الخمسة، لأن هي الوقت حكومة عملت ثلاثة مشروع، وهي ثلاثة مشروع حكومة لم يدفع ولا قرشا واحدا من ميزانية الدولة. أولا مطار إسطنبول الثالث، وهو سيكون أكبر مطار في أوروبا بدون أن يدفع الدولة ولا قرشا واحدا، لأن رجال الأعمال سيعمل. ثم بالنسبة للجسر الثالث، ثم بالنسبة محطة اليورانيوم، اتفاقية محطة اليورانيوم مع اليابان. وهذا كان تحدي على العالم، اقتصاد العالم، كيف تركيا يعمل بهذا الشكل. ثم بالنسبة مع الربيع العربية، تركيا كانت دولة قصوى الحسنة، لأن الدولة في الاتحاد الأوروبي له ديمقراطية، لكن شعبه 99% مسلم، كيف يكون انتخابات شفافة؟ الآن دول العربية أغلبيته لا يريد انتخابات شفافة. بهذه السبب من الداخل والخارج لا يريدون رجب طيب أردوغان، لأنه هو الآن لم يكن رئيس في تركيا، بل دعمه كثير في دول العالم الإسلامية. حضرتك طرحت نقاط يعني أكثر من نقطة، أنا سأبدأ فيها بعدم انضمام تركيا حتى الآن للاتحاد الأوروبي على الرغم من كل هذه المحاسن التي تفضلت وذكرتها. أستاذ مصطفى لو سمحت ابقى معي، لأنني أريد أن أستمع إلى وجهات نظر مغايرة ربما تفتح لنا مجالا في هذا الحوار. أستاذ عبد المنعم الزهري من النمسا، أهلا وسهلا بك. تركيا دولة ليست بالغبية، وحتى إذا كان هناك تقارب بينها وبين دولة أخرى في المنطقة، سنقول إيران مثلا أو النظام المخلوع في مصر أو غيره، فهي لديها مصالح، تركيا لا تفرط في مصالحها. لماذا تعتقد أن هذا التقارب إذا كان بالفعل هو السبب يزعج الغرب؟ بالنسبة إلى تركيا، السيد طيب أردوغان استطاع أن يستنقذ تركيا من كثير من المشاكل الاقتصادية، صحيح، ولكن الشعب التركي جذورة إسلامية وإسلامية معتدلة، وبنفس الوقت جذورة وطنية معتدلة بنفس الحالة، يعني محب للشعوب المجاورة التي من الشعب العراقي والشعب الإيراني والشعب السوري. تورط أردوغان بسياسة دول الخليج والتباين والمصالح الاقتصادية والتناقضات هي اللي ورطت في مشكلة مع شعبه، هذه هي الحقيقة. إذا أراد أردوغان أن يخرج من هذه المشكلة، على أن يرجع إلى الوطنية ويرجع إلى الاعتدال الديني، يعني ما يميل إلى تيارات متعصبة في داخل المنطقة العربية. أنت تعتقد أن النظام التركي يعني يميل إلى تيارات متعصبة في المنطقة العربية؟ هذه وجهة نظرك أستاذ عبد المنعم؟ نعم، هذا السبب هو اللي أثار غضيبة الشعب التركي، لأن الشعب التركي جذوره قريبة من مدرسة محمد رسول الله، محنفيين، يعني قريبين من مدرسة أهل البيت رسول الله، يعني بعيدين عن المدرسة السلفية المتطرفة، ما أتباع الأفكار. إذن أنت ترى أن ذلك سبب أساسي أو رئيسي في هذه المرحلة للوصول إلى هذه الحالة من العدائية؟ هاي يأثر في نفسية المجتمع التركي، لأن جذور المجتمع التركي هي جذور محبة لأهل بيت رسول الله، إضافة إلى تدخل في القضية الكردية العراقية بطريقة غير صحيحة. هذا يثير غضب الشعب التركي، الشعب التركي شعب وطني ومخلص إلى الشعب العراقي. نعم، أستاذ عبد المنعم أشكرك جزيل الشكر. ربما الأستاذ أحمد النور يوافق أو يختلف معك. أستاذ أحمد النور من بريطانيا، توافق على هذا الطرح أنه هناك إعادة لرسم الأوراق داخل تركيا أو لترتيب الأوراق خلينا نقول داخل تركيا ربما قد لا تأتي على هوى المتمسكين أولا بعلمانية الدولة، وثانيا يعني الشكل المتسامح للنظام ذي التوجهات الإسلامية؟ أنا أعتقد أنه الأزمة الآن اللي أثارت الإعلام كله هي أزمة مصطنعة، وهي بروباغندا من حزب العدالة والتنمية فقط لإعادة التموضع في الظروف الحالية بعد فشل مشروعهم الإسلامي في المنطقة العربية وخسارة شعبيتهم في الداخل التركي. فقرر الحزب العدالة والتنمية أنه ينقذ ما يستطيع أن ينقذه في من حزبه، فيضحي بأردوغان وبعض الله ويحملهم مسؤولية كل ما فعلوا، وأنهم لا زالوا هم في الحكم ويستنكرون كل ما فعلوا. على كل الأحوال هي هذه سياسة حزب العدالة والتنمية، أي المقتبسة من نهج الإخوان المسلمين، دائما عندما يصلون إلى أزمة يضحون
قاعدة هذه الأزمة أو القيمين عليها في هذا الوقت ويتأقلمون مع الوضع، وأنقاذ للوضع لشريكهم الأمريكي في نفس الوضع في من الورطة اللي هم فيها، أن يحملوا كل الأزمة لأردوغان ومجموعة منهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاستثمارات أو الأموال التي ضخت عن طريق حليفهم القطري والأمريكي للنهوض بحزب العدالة والتنمية على أسس الديمقراطية. طيب هذه نقطة قوية في الواقع أستاذ أحمد، ابقى معي لو سمحت لأشركك في حوار ثنائي مع ضيفي الأستاذ مصطفى إيجا، كيف تعلق على ذلك أستاذ مصطفى؟ بالنسبة طبعا أنا من الخارج مع كل احترام مع كل المتحدثين أن الآن دعم الشعب التركي إلى رجب طيب أردوغان لم يخفف بل يزيد جدا كل ما يوم، لأن حزب العدالة والتنمية من 2001 الآن شارك على 3 انتخابات تشريعية ويشارك بعد 3 أشهر 3 انتخابات تشريعية، وحزب العدالة والتنمية يطلع بالنجاح دعم زيادة، ثم كيف يكون في تركيا الانتخابات الشفافة بهذا الشكل وكيف يكون رجل يتهم بالاتهام الديكتاتورية، هذا لا يمكن أن نقبلها. المشكلة في هنا أن الآن تركيا بوظ كل اللعب الذين كان يلعبون الغربيون على تركيا، لأن تركيا فيها بين القارين، بين القارة الآسيا وبين القارة أوروبا، ومن التاريخ عثمان من أيام الإمبراطور العثمانية، لأن تركيا كانت هو دولة حاكمة أو دولة رئيسة لدول العالم الإسلامية. الآن عندما يكون تركيا قوية من ناحية الاقتصادية من ناحية الاجتماعية من ناحية السياسية لابد غربيون ودول الخارجون يخافون تركيا يلعب نفس الدور للدول العربية، ثم التشابه خاطئ التشابه أو التغارب بين حزب العدالة والتنمية بين الإخوان المسلمين هذا خطأ جدا. لكن هناك كان بالفعل دفاع مستميت من جانب رجب طيب أردوغان عن النظام المخلوع في مصر مثلا، وهناك تقارب واضح بين تركيا وبين أنظمة الإخوان المسلمين في عدد من الدول، والبعض عاب على حزب العدالة والتنمية ذلك على اعتبار أنه حزب أولا حتى وإذا كان ذي توجهات إسلامية فهو غير متعصب، يعني يعمل في دولة علمانية بالأساس، وبالتالي هي مصلحة وكأنه جزء من تنظيم دولي للجماعة، ينظر البعض هذه النظرة. بالنسبة الآن تركيا نظام كان انقلابات العسكرية في تركيا والمصر كان يشبه مع بعضها، دفاع رجب طيب أردوغان هو دولو وإخلال مرسي بالانقلاب العسكري، لأن تركيا ماذا عاش منذ سنوات الماضية بالانقلاب العسكري، رجل سياسي رئيس الجمهورية ورئيس الدولة رئيس الوزراء انتخب وشعب ينتخب بالانتخاب الحرة الشفافة، ثم الانقلاب العسكري يأتي ويخلع كلها، كانت دفاع تركيا هذا. ثم بالنسبة لتركيا في تعصيب اليورانيوم وفي المشكلة الإيران كان مع الإيران، الآن في تركيا مع رجب طيب أردوغان أي دولة إسلامية أو في إقليم الشرق الأوسط أو في جيران تركيا أي دولة اشتكى فيها مشكلة تركيا دفع، ثم الصراع بين جرجستان وبين الدول الثانية. طيب. روسيا تركيا نعم. كانت جنب جرجستان، يعني واضح أنك تركيا الآن مصطفى رجب طيب أردوغان يعتبر نفسه طيب. في أي عالم فيها ناس فيها مشتكي من الظلم نعم. رجب طيب أردوغان إنسانيا ومن المسلم أن يدافع عنه، يعتبر نفسه بهذا الشكل. طيب هو يعتبر نفسه بوصفه مسلما ينبغي أن يدافع عن المظلوم، في إشارة إلى عدد من الدول التي تسكنها أغلبية من المسلمين. أستاذ أحمد هل لديك من تعليق على هذا الطرح؟ إيه لو سمحتي، الأستاذ بتعليقه أو بمداخلته الأولية قال إن الأموال ضخت في تركيا وأتت أموال وسيبنى أكبر مطار دولي في العالم، وأن الاقتصاد قد نهض واحتارت الدول الأوروبية في هذا النهوض. يعني في شيء منطق بالاقتصاد بيبنى على أسس، ما بعرف إذا جماعة الإخوان المسلمين جابوا نظريات من الفضاء ونفذوها. كل ما يبرر هذا الطخ من الأموال أن القطري
دولة بلا شعب ولا قوة لديها موارد مالية. يعني بس نتحدث الآن أستاذ أحمد عن تركيا ووجهة النظر. أنا فاهمة بس وجهة النظر التي طرحت الآن لضيق وقتي تتحدث عن أن حكومة أردوغان تدعم المظلوم، يعني من يتعرض النظام يتعرض في بلده مثلا لما وصف بالانقلاب العسكري هو ينبغي أن يقف إلى جواره، إلى جانب عدد من الأمثلة الأخرى. كيف تتوقع أن يكون رد فعل تركيا إزاء هذا العداء الغربي إذا كان هذا بالفعل هو السبب، يعني هذا بالفعل نتيجة تدخل خارجي؟ كلام متناقض تماما، كلام متناقض تماما. إذا كانت حزب الحج التنمية والعدالة بده يساعد الشعوب خارج بلده، بالأولى أن يعالج أمور بلده بمشكلة الأكراد، بمشكلة المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا. عندهم أزمات تكفي لتصغيرها للعالم كله فيعالجها داخليا، يعني ما في داعي أنه يستعمل مشاكل الناس لسه عنده كل هالمشاكل. وجهة نظر واضحة أستاذ أحمد، وأشكرك على البقاء معي واستطرادك في هذا الحوار، شكرا جزيلا. أستاذ عبد الحميد حكيم من السعودية، أهلا وسهلا بك، ربما أنت تتفق مع وجهة النظر هذه، هل تركيا عمدت إلى تفعيل الربيع العربي لصالحها ومن ثم أصبح مصيرها متعلقا بما سيجري في هذه الدول، والمثال على ذلك كان مصر؟ مساء الخير، ومساء الخير لضيفك الكريم الذي أحترمه، لكن يسمح لي، يعني يكفي أن ندقق مشاعر المجتمعات العربية اللي هي مصنفة مجتمعات عالم ثالث بنصرة المظلوم. في السياسة ليس هناك نصرة مظلوم، في السياسة هناك تحقيق مصالح. سيد الفاضل، مشكلة أردوغان هو رجل ناجح وناجح ولا أحد ينكر هذا، ولكن عندما استلم الملف الربيع العربي في أوله في مصر وسوريا، هذا الرجل مع احترامي لشخصه خرج عن الواقع وأصبح يسبح في أساطير الماضي الخلافة العثمانية، وأصبح يراهن أن البديل للأنظمة الدكتاتورية هو الإسلام السياسي، لأن هذه المجتمعات تفتقد إلى الخبرة في المشاركة السياسية، فهو أراد أن يحقق المصالح التركية عبر جسر الإسلام السياسي. ونسى أردوغان عندما تورط في سوريا، وهذه نقطة مهمة وأنت تعلمها، أن تركيا مغطى بالقشرة الوطنية التي تضم 21 مليون علوي و18 مليون كردي، وأنت تعلم ولا يخفى عليك أن هناك تخطيط لإقامة دولة كردية في المنطقة. أردوغان راهن بقوة تركيا، والآن الذي يحدث هو شيء طبيعي. الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها عندما يخطئ صانع القرار السياسي أو يخيف في تحقيق المهمة يزاح. والسؤال الحقيقي لقضية الفساد قبل أن يجرنا السيد أردوغان نظرية المؤامرة، علينا أن نعرف هل هناك كان فساد أو لا. إن كان فساد فليحترم نفسه مثل أولمريت ومثل الرؤساء رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى قدم استقالته ويعطي الفرصة لدور جديد في تركيا في المنطقة. وجهة نظر متكاملة وواضحة جدا أستاذ عبد الحميد، أشكرك عليها جزيل الشكر. وفي مداخلة لأستاذ أحمد عطوة قبل أن أعود لضيفي في عودة أخيرة، أستاذ أحمد تتفق مع هذا الطرح؟ أنا أعتقد أن الأزمة أزمة داخلية بحتة، وأن من حق كل دولة يا فندم تفعل ما تراه صحيح في معالجة شؤونها الداخلية، أو بالأخص في شؤون الفساد، لأن تركيا بالفعل فيها فساد كتير، وده ظهر في الفترة اللي فاتت أو الفترة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. أما بالنسبة للمؤامرات الخارجية فهي تعتبر يعني كلمة في غير موضحة، لأن دي كلمة تتقال مع الأنظمة الدكتاتورية فقط. فالسيد أردوغان المفروض ما كان له ينبغي أن يقول مثل هذه الكلمة. طيب، إن في مؤامرات خارجية على البلاد أو في أعتذر أستاذ أحمد بس لأن وقتي بالفعل بدأ يضيق. أنا أشكرك لأن وجهة نظرك على الرغم من قصر الوقت المتاح لها لكنها وجهة نظر أيضا متكاملة. أريد أن أعود في رد لضيفي الأستاذ مصطفى إيجا أوغلو. أستاذ مصطفى. أيوة، أنا مع كل احترام مع الضيوف والمتحدثين، لكل واحد سيتكلم عن مصلحة دولته، كل واحد سيتكلم عن منفعته. يعني أنا أردت أن أعطيك أمثلة متعددة أستاذ مصطفى من دول ما يوصف بالربيع العربي. أيوة تفضل. بالنسبة الآن عندما ندخل على قضية سوريا، الآن تركيا الدولة الوحيدة وبعد تركيا أردن يشتكي من أزمة سوريا. الآن 600
ألف لاجئ يعيش في تركيا. دولة تركيا يصرف عليها. تركيا لم يقول له لا، تركيا لا يريد أن يغير النظام في سوريا. تركيا يقول، وبالبداية كان قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى بشار أسد قبل اقبل المطالب الشعب بالانتخابات الشفافة. تركيا تريد السؤال كي لا نغلق في التفاصيل. تركيا تريد أستاذ مصطفى، هل تركيا ورطت نفسها في علاقات خارجية دون أن تحل هي مشاكلها داخلية ملفاتها هي؟ يعني بالنسبة الآن كما هذه الفساد، لابد، أنا لا أقول لكل الدولة لم يكن فيها فساد، أغلبية الدول العالم فيها فساد. أنا لم أدافع عن الفساد أولاد الوزراء، لأن الوزراء إذا يحكم، إذا يعمل سياسة في حزب العدالة والتنمية لابد أن يحمي، أن يدافع، لم يكن له أن يشارك هذه الموضوع، إما يكون ابنه أو أقرباه. أنا لا دافع عنه، لكن المشكلة في هنا أن بداية أزمة الاقتصاد الإيران بخسار أمريكا اقتصاديا إلى إيران، تركيا دولة واحدة هو دفع وقدم كل المنفعات مصلحات والمعاناة الإنسانية الغذائية والأدوية عن طريق تركيا. وبالنسبة لكل الآن العملات والفلوس التي يبيعها إيران من ناحية النفط يأتي تركيا. آخر الفساد جاء بعد الاتفاقية، بعد الاتفاقية حكومة رجب طيب أردوغان مع الإقليم الكردستان. طيب، لأن نفط الإقليم الكردستان، آخر الكلمات لو سمحت، لأن في عجالة للغاية لأن لدي 30 ثانية. كان سيبيع عن طريق تركيا وكان سيأتي الفلوس على بنك حلق بنك. هو في الواقع أنا لا أستطيع الاستطراد في كل حالة على حدة. أستاذ مصطفى إيجا أوغلو، أنا أشكرك جزيل الشكر على طرح وجهة النظر العامة فيما يتعلق بسياسة تركيا الخارجية بالمقارنة بسياساتها الداخلية. أتحول الآن إلى زميلي يونس أيت مالك في غرفة الأخبار. يونس، رشا محمد، أورد بعجالة بعض الآراء التي وصلتنا. محمد السوداني، الدور السلبي لأردوغان في المنطقة ومحاولة إعادة إمبراطورية غير صحيح. شكرا جزيلا لزميلي يونس أيت مالك. حلقتنا انتهت، إلى اللقاء.